نعم، تحية مجددة لك حامد. أنا موجودة في أكبر جناح إماراتي مشارك في نافدكس، المعرض المتخصص في الدفاع البحري. شركة إماراتية تبعث الكثير من الفخر مع الرئيس التنفيذي لهذه الشركة الأخ الأستاذ مسفر الكربي، وهو المدير العام لشركة الفتان للسفن العسكرية والحربية. تحياتي لك. مرحبا بكم في ستاند الفتان. نحن مشاركين في نافدكس 2023 من أكبر الستاندات الموجودة. نشارك بمنتجات مختلفة، من ضمنها الزورة الأنماند أو المسير 10 متر، وهذا من أحدث المنتجات التي تقدمها الفتان هذه السنة في معرض نافدكس. وعندنا منتجات أخرى من 18 متر زورق سريع، عليهم أنواع مختلفة من الأسلحة، من صواريخ، من مدفعية، وكذلك زورق 20 متر خاص للقوات الخاصة، يحمل جنود ويحمل عربات تعمل إنزال على البر ثم تعمل لهم ريكفري لإعادتهم. وكذلك مشاركين بسفينة السعديات، واللي هي السفينة طنب الكبرى، أحد سفن السعديات، مشروع السعديات 1. وهذه السفينة تعتبر من أميز سفن الإنزال حديثة، التي غيرت منظوم سفن الأبرار، حيث هذه السفينة عليها أسلحة، عليها سيارة طائرات مسيرة، وعليها مدفعية، وكذلك تحمل آليات عسكرية، وتحمل أفراد ومجموعة من القوات العسكرية. طبعا أنتم كل المنتجات السفن العسكرية والحربية اللي عندكم مصنعة في الإمارات على يد سواعد إماراتية؟ نعم، واحنا الفتان نتميز ان عندنا انجينيرنج، عندنا مكتب هندسه وتصاميم في الفتان، فنحن نقوم بتصميم الزوارق والصناعه والتركيب، وحتى استحدثنا الحين احنا نعمل انتجريشن لبعض الزوارق، وعلى سبيل المثال هذا الزورق المسير. هل تتوقعون عقد اي صفقات مع اي دول، او في اي صفقات تجاريه ستعقد على هامش هذا الحدث؟ والله إن شاء الله فيها يعني نقاش، وإن شاء الله نتمنى الخير إن شاء الله. نتمنى لكم كل التوفيق. شكرا جزيلا لك المدير العام إذن لشركة الفتان لصناعة السفن العسكرية مسفر الكربي، شكرا لك. العفو، الله يسلمك، شكرا جزيلا. إذن هذه كانت نبذة يا حامد عن أهم جناح إماراتي مشارك في نافدكس. نأمل أن تكون الصورة قد اتضحت للمشاهدين، وعودة إليك الآن في الاستوديو.